مصطفى وجرت افكار السنا وبنت داعي لداني تنا مصطفى وجرت افكار السلام مع سلام جي وفاخر منا اداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقود لي خلالا وجهل الباقي الحديد العذب وبي يباي حجبه والأعيل أرحني كون الكريم الأكرم فلن أزال أبدا مكرما يبدو الكريم وعدا بل القرى وبي منازل ودا ما القرى لو أخدامي وعدا بقلبي ولا تزاد في الغلا إذا جلبي لأجل أبدا ودفع داني ما اغترت لي ولا يا زلممي ملكتني صرفتني تمليكا أحسن تدريب على ملوكا يقود لي كن فيكون منك سدي بأمن قد رديت عنك ملكتني القرآن والحلم نفعت بي جهول والحليم شوقت لي النفع بخير دريب وجهتني الخير بخير سريب شوقت لي المسونة المحررة قبلت مني درر المكرر أديتني بذكرك الحكيم وجهت لي بأنفع تحكيم مديد قبلت بقدرك العظيم في حق من أعطيت الدر النظيم سلمتني من كل سوء وبلاء حسيت مطلقا وغيري كبلاء وجهت لي إطلاق مالك المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك إلى وحبا أبدا لديك وجهت كل للكريم والجميل وللودود ربيعا ولا أمين أكرمني الكريم لي من نابع وأبس النادع وهو الرابع تكرم باقي وولي ولطيف على الذي كرمه بها يطوف تكرم كاف خير النافع نفعا أنفع راف على من ربعا بركة الباقي وللتيب على نبي المنتفى العدوب على الذي مني صلاة وسلام لو من الله صلاة وسلام وجهد المدار كل يوم إذا ما أمدعنا ثال دومي إلى نبي وجهد كل ليل إذا ما أمدعنا جل نيلي رضي عني من لو عن قائدي ومن دق والفعل ووقائدي جبت الذي قرايا لي أطابا وقاد لي ما لم يرد أقطابا وجاري ما لا يراه غيري مجددا تبقى لي وفي خيري إلا قاد له في داريني شيئا بي سيرني جاريني نفعني النافع نفعا فاقا فقد مع أنجوجي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سمعت والمكرم.